من إجمالي الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون. وإلى ذلك أعلنت السفارة اليمنية في واشنطن أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عاد إلى صنعاء في ساعة متأخرة مساء أمس بعد تلقي العلاج في الولايات المتحدة، ومباشرة ننتقل لنتابع هذا الاحتفال المبكرة هنا إلى ثقة الشعب. الأخ الرئيس، أمامكم مهام وطنية للفترة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمدعومة من المجتمع الدولي. ثقوا أيها الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي أننا ممثلي الشعب سنكون معكم ومع الحكومة الوفاق الوطني في تجسيد تلك المهام الوطنية والنظر إليها كعملية تضامنية وتكاملية بين كافة السلطات للدولة وكل القوى الخيرة في المجتمع وتحقيق الشراكة الوطنية في بناء اليمن الجديد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وهنا نتقدم بكل التقدير للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة التي تحولت بالحكمة اليمنية وجعل منها ذلك التوافق قاعدة تحقيق التسوية السياسية للأزمة التي مرت بها البلاد. ونقدر موقف الأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي ضحى وتنازل عن حقها الدستوري اليمن أرضا وإنسانا. ولا يفوتنا أن نقدم الشكر للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخص بالذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي رعى هذه الاتفاقية، ونثمن دور الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على ما بذلوا في اتجاه دعم بلادنا للخروج من الأزمة الراهنة. الأخ الرئيس، نكرر تهنئتنا لكم بهذه الثقة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في أداء مهامكم الوطنية المستقبلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الأخ المشير عبد الرب هادي منصور ده باليمين. عبد الرب منصور هادي لأداء اليمين الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد. يتفضل الأخ المشير رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جاوزنا بفضله حالة العسر لليسر ومشقة الياس لموجبات الأمل. الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب، الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى، الأخوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الأخوة أعضاء اللجنة العسكرية، رئيس الأخوة والأصدقاء سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الأخ رئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني. أقف هنا في لحظة تاريخية فارغة في عمر اليمن، بعد أن اكتملت العملية الانتخابية بنجاح
لم يكن متوقعا صنعه أبناء هذا الشعب اليمني الذي أكد للعالم أجمع تفرده وقدرته على تجاوز المحن ومشاق الصحاب بإرادة لن تنل منها تقولات المرجفين وكيد الكائدين. ولا يسعني هنا إلا أن أتوجه إلى كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، ومن منحوني أصواتهم وثقتهم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وهو ما يحملني مسؤولية ثقيلة، ادعو الله أن يعينني على أداء حقها والوفاء بتبعياتها. كما أشكر رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين بذلوا جهود جبارة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وكل من ساهم داخليا وخارجيا بوصولنا إلى هذه النتيجة المشرفة التي ستعود سلاما وأمنا واستقرارا لبلد أنهكها الانشقاق ونال منه الصراع المتخاصمين. ولذا فإن ما أنجزناه يعد تجربة غير مسبوقة في التعامل مع أزمة وصلت إلى كل مدينة وقرية وبيت، ستمثل دون شك نموذجا يقتدى به حاضرا ومستقبلا. كما أشكر القوات المسلحة والأمن على جهودهم الكبيرة وجهود اللجان الفرعية في المحافظات، ونترحم على الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الأخوة والأصدقاء الحاضرون، لقد مثلت الانتخابات الجسر الذي عبر عليها الناس من ضفة الياس إلى ضفة الأمل، وهو ما يحمل الأحزاب السياسية بتمثيلها الحكومي وكذا كل من هو صاحب صوت مسموع من المنتمين إلى هذا البلد أمانة المسؤولية في أن يعبروا مع الناس إلى المستقبل بقلوب بيضاء صافية متسامحة، بخطاب يحمل بشارات أمل وملامح المستقبل واعدا واضح المعالم، حتى نتمكن من تعويض ما فات ومحاولة الحاقبة من سبق. كبرى لا يمكن تصنعها الصدفة أو تأتي بها الأمنيات، لأنها ستظل مجرد أمنيات عاجزة في حال ما أثقلنا كواهنا بأثقال الماضي وتبعات عداواته. أننا نعلم جميعا أن قوة واستقرار أي بلد مرهون بمدى تماسكه الاجتماعي والتقاءه حول مشروع وطني كبير تسكر أمامها المشاريع الذاتية وطموحات الصغيرة، وأن من يتقدم لها بتصورات زائفة ومنطق خادع وقد جرب وخبر شعبنا كل ما له علاقة بالألاعيب كهذا بما فيها الأخذ بمنطق القوة يتوجب إسقاطه من رؤوس كل من ما زال يجاري خداع نفسه باعتبار أن السلطة اليوم صارت مسنودة بشرعية شعبية لا يمكن التشكيك بها أو الانتقاص منها. الحضور جميعا، أعلم يقينا ماذا يعني العامين القادمين للناس الذي تشرفت بحمل ثقتهم، مثلما أعلم أن الأزمات المعقدة والمتشابكة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وإنسانيا أيضا. ولذا فإن البلد ليست بحاجة إلى أزمات كيدية تهد حيلها الآن، الفترة القادمة تحتاج منا إلى حوار جاد يرسم معالم الحكم القادم عبر دستور جديد يلبي الطموحات الوطنية التي تنقله من الشرعية التقليدية للشرعية الوطنية المبني على أسس ومبادئ الحكم الرشيد.
وبناء دولة قوية من خلال إيجاد وتفعيل المؤسسات التي لا تقوم على الشخصنة، وبناء الإنسان اليمني القوي، يتوجب توظيف طاقات الإنسانية غير المحدودة في مختلف مناحي الحياة العملية، وجعل الأمن واقعا يلمسه المواطن باعتباره السابق لأي تنمية مطلوبة وقوة لأي قانون يراد تطبيقه. إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس واقعية وعلمية، والاستفادة القصوى مما يقدمه الأشقاء والأصدقاء، والاستقلال الأمثل لمقدرات اليمن المختلفة، وتبني حل المشاكل المعيقة للتنمية لتجاوز الانهاك الذي ألحقته به الأزمة الماضية. وبما يعيد أحياء الطبقة المتوسطة باعتبارها الأساس لأي بلد. استمرار الحرب ضد القاعدة باعتباره واجبا دينيا وطنيا، بما يؤدي إلى عادة الناس وراءهم. الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب الحاضرون جميعا، ما سبق ليس أكثر من عناوين لمشاكل حقيقية إذا لم نستطيع التعامل معها بطرق واقعية ومنظمة، فإن الفوضى هي البديل المحتمل. ولذا فإني أعول كثيرا على دوركم كممثلين للشعب بأكمله الذي قدم بتفاعله نسبة مشاركة في العملية الانتخابية رسالة للعالم بأن قد منح التغيير الشرعية، والتغيير هنا لا يحتمل إلا يكون إلى الأفضل، وهو ما عليكم أن تعلموا لأجله من خلال النظر إلى ما يطرح على مجلسكم الموقر من قضايا مختلفة بعين الحرص على مصلحة البلد لا الحزب الذي يمثل أي منكم. وعلينا نتذكر جيدا أن الشعب لم يعد يقبل بأنصاف الحلول أو يتعاطى مع من يبيعها الأوهام أو يكون سببا في إعادة خطواته إلى الخلف. لا أريد الإطالة عليكم، ولكن قبل أن أختتم أدعو صادقا كل من له سلطة مهما بلغت أن يبحث عن التغيير، أن يجيب على التساؤلات المرحلة: إلى أين نريد نتجه؟ ما هي الطريق التي نسير عليها؟ ما هو الهدف الذي نريد تحقيقه؟ وبأي رؤية سنصل إليه؟ وفقنا الله جميعا نتلمس الطريق إلى المستقبل، ونفوسنا خالية من البغضاء، ونفتح صفحة جديدة ناصعة البياض لكي نستطيع نبني اليمن الجديد الذي يتسع لكل أبنائه دون تمييز، وأفئدتنا نقية من الكراهية، وعقولنا متحررة من التفكير إلا بما يصلح حال أوطاننا ومواطنينا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا، على وقع أنغام النشيد الوطني اليمني تنتهي الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية اليمنية الجديد عبد ربه هادي منصور بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب إثر الانتخابات التي حصلت قبل أيام لانتخابه رئيسا توافقيا للبلاد، وفاز بأكثر من 99% من الأصوات. ربما هي المرة الوحيدة في العالم العربي التي تكون فيها هذه النسبة طبيعية ومنطقية بالنسبة للنتائج، لأنه كان رئيس توافقي وكان هذا مطلب التغيير
الكبير الذي قامت لأجله ثورة اليمن وحركته الاحتجاجية. الرئيس تحدث في كلمته طبعا عن المصاعب التي تواجه هذه المرحلة الانتقالية، عن ما يتوقعه الناس خلال هذه المرحلة، تحدث عن نبذ الكيدية، تحدث عن السلم الأهلي، طبعا في إشارة إلى كل التحديات التي تقف عائقا أمام نهوض اليمن الآن، وما تراكم خلال السنة الماضية وما قبلها طبعا من تحديات أمنية تمثلت إن كان بالقاعدة أو بالمشكلة الحوثية في الشمال أو في